رحب فيكم في برنامج مستر ماسلز وحلقة جديدة. هذه الحلقة راح يكون فيها إن شاء الله الكابتن أحمد عسكر. أكيد هذا الكابتن معروف على مستوى الكويت وعلى مستوى أكيد كل الأبطال الكويتيين اللي شاركوا في بطولات عالمية. حلقة اليوم راح نعيش معاه مع أيضا الكابتن مهدي بهرامي مجموعة من التمارين خاصة في عضلة التراي. بعد الفاصل راح نواصل معاكم تماريننا وأكيد الصح من الغلط والغلط من الصح من خلال تمرين الترايسبس. تابعونا. من بعد الفاصل الله اكيد نبدا معاكم حلقه اليوم مع الكابتن احمد عسكر، واليوم راح يكون معنا ايضا الكابتن مهدي بهرامي. يعني كابتن مهدي راح يكون هو الشخص اللي يتمرن، اللي يتعب، اللي يطبق الحركات والتمارين الصح والغلط، وباشراف شخصيه غني عن التعريف في عالم كمال الاجسام الكويتي، وايضا اسم موجود حاليا على الساحه الدوليه. احمد عسكر مساك الله بخير. مساك الله بالنور. يعطيك العافية. حبيبي كابتن. انت مهدي يعطيك العافية. جاهز التعب ولا مو جاهز؟ جاهز ابو عسكر جاهز. الله يعطيك العافية. اليوم ايش عندنا كابتن؟ راح نتكلم على عضلة التراي. طبعا بالنسبة لعضلة التراي، عضلة التراي يعني الكل يعرفها، العضلة الخلفية حق الذراع. لها ثلاث رؤوس. تمارينها يعني جولاتها حق التمرين. في ناس وايد تغلط فيها انها تقول لك 10 جولات او 20 جولة او 15 جولة. احنا اللي انا العبها او الطريقه اللي احنا نتبعها من 12 ل 10 جولات، طبعا العبها مرتين بالاسبوع تقريبا. عد حسب اذا ثلاث تمارين او اربع تمارين، انا اقسم ال 12 او 10 جولات. طبعا انت لازم تغطي الزوايا كلها حق تمرينك، طبعا على حسب تكنيكك او الطريقه اللي انت تركز عليها، حسب احتياجك او احتياج المدرب اللي يشوف النقص اللي فيك. تكرارك عفوا بس ما كلامك كابتن احمد يقول من 12 ل 10، انت عاده تلعب 12 ل 10 ولا تزيد؟ والله انا تقول الكابتن وياه ماشي مع ماشي مع كلامك. يعني مرات زاويه 15 12، مرات بس 10، على حسب التمرين، على حسب وضع اللاعب، بطوله اوف سيزن، تكبر تصغر تنشفها، يعني تلعب لها تقطعها زياده، تلعب لها تكرار زياده. المبتدئين ايش كثر كابتن احمد عقوب؟ يعني من 12 ل 10 المبتدئ. المحترف عنده بطوله بعد اسبوعين ما له شغل المحترف، بس يعني مثلا بيركز شوي بيقطع العضله زياده او بيحددها زياده، يقول تلعب لها تكرار اكثر، وزن يكون زين معقول وتكرار تزيد، الوزن يكون اقل، وزن اكثر إيه؟ وتكرار اكثر شوي. حلو. فيعتمد، هو ماكو شيء ثابت، هو مو قانون ثابت تمشي عليه، تغير على حسب تمارينك اللي انت قاعد تتمرن. يعني مثلا فتره الشهر هذا انت شنو قاعد تلعب؟ طبعا في برنامج معين انت ماشي عليه، من مثلا تركيز، انت قاعد تركز على العضله اللي برا تكون مثلا ركز عليها الاسبوع اللي وراه، لا راح تغير العضله كل مره ثانيه. نفس لما تلعب صدر تركيزك هالاسبوع على العالي، تلعب ثلاث تمارين او اربع تمارين عالي، واحد مستوي واحد ادنى. نعم. المره الجايه راح يصير الاكس على حسب انت شنو الضعف اللي فيك او البرنامج اللي حاط لك اياه المدرب. حلو. وبرنامج اليوم راح يكون اكيد تراي سيبس، بس ناخذ فاصل وبعد الفاصل نبدا معاكم التمرين. كابتن مهدي راح يتعب معنا اليوم وايد بالعافيه، وباشراف الكابتن احمد عسكر في برنامج مستر ماسلز. تابعونا. الجانبي نفس الوضعيه اللي قبل شوي سويناها، تشد ريلك خصرك اما الكتف الامامي ايد وترايك هناك، لا تنسى مع خصرك، وترد مره ثانيه وضعيه فرونت، وضعيه الاماميه نفس الشكل. من بعد الفاصل معاكم مره ثانيه، اكيد نكمل مشوارنا مع الكابتن احمد عسكر والكابتن مهدي بهرامي يعطي العافيه. والحين هلا هلا على القد، والقد هلا هلا عليه. يعني احنا بنسالف وفي واحد بيتعب، احنا ما لنا شغل. طبق يلا طبق. الوزن شي زين كابتن احمد ولا نزيد؟ ما شاء الله عليك عافي. لا زين زين الوزن. زين ها؟ زين. ما نزيد يعني؟ لا زين. بس راح يطبق الحركه الصح والغلط عشان بس يعرفون، في ناس تلعب. حلو. الحين بنشوف الصح والغلط مشاهدينا في هذا التمرين. بلعب عكسي.
احنا نلعب الحين عكسي ها احنا نلعب عكسي حق العضله الداخليه حق التراي طبعا هو يحرك التراي كله العضله التراي كلها شغاله بس تركيزه راح يكون حق العضله الداخليه حلو كابتن احمد البس شوي تطلع برا عشان الكاميرا تشوفك عندي سؤال قبل لا يبلش العكسي دائما يؤذي المفاصل ولا انا غلطان لا على حسب مو هذا هذا اللي قاعد يقول عنه الكابتن طالع هنا وقول اذا تمسك القضبه القضبه صح ما تحس بعضه ما احسب شيء وانا على حسب على حسب نفس المعده نفسها هذه كل ما صار فيها كيرف اكثر كل ما صار يعني قل الضغط على المفصل حلو الصح احنا بالمصح الغلط هذا اللي انا كنت العبه قبل امسك بصبعين لان العوار فاركز كله على الصبعين شي يصير العوار كله على المفصل حلو او انك تمسك برا حلو او انك تمسكها عوية كذي فانت لما تتمرن شي يصير الحديد التحرك عدل عرفت هذا من الامور انت كنت تسويها غلط اي هذا كنت اسويها غلط بس كابتن احمد اكيد انت من خلال التمرين بالنادي شفت اشياء وايد غلط غير كذي بعد هذا في الكوع بعد يصعد وياها وينزل لا ثبت كوعك هذا قاعد هذا غلط انا اشوف وايد ناس يعني يكون اللي ما يكون عنده توجيه او بس يطالع واحد بقلده ف مو عارف التمرين اداء التمرين يكون غلط كذي يحرك كوعه وياه هو الصح ان الكوع ثابت كوع ثابت بس اي ثابت ويصعد كامل وينزل كامل هذا لا ما شغل ثابت انت ثابت الاكواع تكون ثابته ولازقه بالجسم فنزله كامله وصعده كامله في تكنيك انك تلعب نص وهو مو غلط النص في ناس يقول لا اذا لعب نص غلط وهو مو غلط هو تكنيك على حسب المدرب شنو يبي يمكن لاعب مدخلك سوبر سيت او مدخلك شيء ثاني يقدر يلعبها مثلا نص من تحت للنص او من النص لفوق على حسب التكنيك اللي يبي المدرب بس العضله تمرينها الصح الاساسي البيسك تصعد كامل وتنزل كامل مثل ما الحين يلعبها احنا الحين عندنا دقيقه باقي في البرنامج حلقة اليوم بنبي نوري المشاهدين والشباب يلعبون حديد التمرين الصح في هذا النوع من التمارين الخاص بالترايسبس بس يأ. اول شيء اهم شيء المسكه عشان المفاصل ايه بس كوع ثابت هذا كامل لفوق كلش ولا هذا كامله ونزله كامله هذا على حسب عد المدرب على حسب يعني لفوق كلش ما انت شنو يحتاج جسمك لا هو كامل تنزل كامل تصعد كامل هذا البيسك صح بس في ناس مرات يقول انا ابي كذي عادي انا مثل ما قلت لك في ناس مثلا كذي في نص وفي تحت من تحت لفوق نفس الباي اللي هو نفس الباي نص 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 نفس هذا تكنيك بس الصح البيسك تلعبه كامل صعده كامله نزله كامله لك واحد ثابته حلو احنا اتوقع شيء وصلنا حق ختام حلقه اليوم بنخليك انت مع جوله تبر المشاهدين وبنختم الحلقه لكن باشر نبي تمرين شوي اثقل ووزن اثقل لان ما حتى معرق موجود ما تعب يبيها ركب يعطي العافيه يلا خليكم ادش تمرين يلا دش العود الوعد معاكم باشر ان شاء الله في برنامج مستر ماسلز نكمل مشوارنا ان شاء الله حلقه جديده ومعلومات جديده مع الكابتن احمد عسكر وباداء الكابتن مهدي برامي في امان الله.